إن شاء الله نبتدي المحاضرة بتاعتنا النهاردة. إحنا طبعا تالت محاضرة بالنسبة لنا، هنتكلم فيها عن الدرس الأولاني في Substructure. هنتكلم عن Substructure في المباني. طبعا زي ما قلنا إحنا المبنى بتاعنا بيتكون من حاجتين، الـ Superstructure والـ Substructure. طب إيه هو Substructure؟ قلنا هو خاص بالإيه؟ بالفوتج بتاع المبنى. فرجينا نبص على المبنى بتاعنا. طبعا الفوتج ده قلنا بصفه اساسيه هو ركيزه للمبنى، يعني عند اي مبنى في الدنيا هو لازم عشان يبقى ستيبل في الطبيعه لازم يبقى فيه ليه فوتج. زي ما قلنا الانسان، الانسان عشان يقف على يعني يبقى ستيبل وماشي وواقف على الارض لازم يبقى ليه فوتج. كذلك المبنى، الفوتج بتاع المبنى ده هو بيخلي المبنى ستيبل على الايه؟ على الارض بتاعته. طب هو وظيفه الفاونديشن ايه؟ لو نفتكر مع بعض، احنا قلنا الوظيفة الأساسية للفاونديشن هي بتاخد ايه؟ حد فاكر يقول لنا؟ حد من الشباب كده يتكلم؟ ايه وظيفة الفاونديشن يا جماعة؟ الناس نايمة لسه ولا ايه؟ واضح ان هم لسه نايمين. انا عايزين نصحصحوا كده، عشان كده بسأل. هي فين الايكون اللي كان فيها البان اللي هي بتطلع الناس ترفع ريز هاند دي؟ انا مش عارف ليه مش لاقيها عندي. هي روبا عملت ريز هاند دلوقتي، روبا ريز هاند. عشان بس هي موجودة في، هي موجودة في اللي انا مش عارف بقيت شايفها ليه. فتح من الكمبيوتر صح؟ اي في البارتيسيبنت خلاص فتحتها على الجنب اهي. بارتيسيبنت. طب باشمهندس انا بس كنت عامله ريز هاند عشان الاتندنس. ماشي يا روبوت. خلاص تمام. لا انت عامله ريز هاند عشان الاتندنس مش عشان تجاوبي. طب انا فاتح البارتيسيبنت عندي باينه لكم على الشاشه، يعني عامله باينه في الشير سكرين ولا مش باينه؟ لا ما تبانش. لا طب كويس، بس هي اللي تبان. طيب مش مهندسة وأنا لسه داخلة فما خدتش برضه الأتندنس. طيب يا جماعة أي حد يدخل يبقى يكتب لي الأتندنس في الشات، أنت مش الشرح. أه بالظبط كده، الشات على طول عشان مش عايزين أي انتربشن. مين يا جماعة يقول لنا بقى الفاونديشنز بصفة أساسية، إيه الوظيفة الأساسية منها؟ إيه اللي عايز يجاوب يرفع إيده؟ أنا مش هكمل إلا لما حد يرد عليا. ماشي مايكل اتفضل. كريم. كريم. الفاونديشن يا دكتور هي اللي بتشيل المبنى، فلازم الفاونديشن تبقى الاساس، يعني يبقى معمول صح. اه بس الوظيفه الاساسيه للفاونديشن زي، يعني انا دلوقتي عندي سب ستراكشر وعندي سوبر ستراكشر. هي الفاونديشن موجوده اول حاجه في ايه؟ السب ولا السوبر؟ سوبر. طب بص على الايمج اللي احنا عاملاها شير كده، فاونديشن اهي موجوده في فين ثاني؟ طبعا سب ستراكشر. طب هي وظيفتها الاساسيه ايه للمبنى؟ اللودز بتترانسميتد ازاي يا جماعه في المباني؟ طب محمد عبد العزيز يقول لنا. محمد يا دكتور، هو انا بس لسه داخل كان عندي مشكله في الكونكشن، كنت عايز اعرف الاتندنس. تعرف ايه؟ ان اتندنس اتاخد ولا لا؟ ما عندي مشكله في الكونكشن. قلنا يا جماعه اي اتند، اي حد داخل متاخر اتندنس يعني شاتن كده على البرايفت مع مهندس السن. اوكي او على الجنرال، يعني مش لازم برايفت. طيب مهندسه شروق تقول لنا. هو الفاونديشن بتبقى في السبستراكتشر وبيبقى عليها لود من السايل والمبنى من فوق. تمام، يعني هي بترانسميتد اللود، بترانسميتد من السوبر ستراكشر لحد ما يوصل لمين؟ للسبستراكشر اللي هو السبستراكشر اللي جواه الفاونديشن اللي بتاخد اللود وتودي اللود ده فين بقى يا شروق؟ بترانسميت اللود انتو ده ايه؟ ده سايل. خلاص؟
فبالتالي السويل بالنسبه لنا بتعمل حاجه اسمها رياكشن للود اللي الفاونديشن عملته، بنسميه ان لازم التربه دي يبقى ليها حاجه اسمها البيرنج كاباسيتي او اجهاد التربه. يبقى التربه لازم يبقى ليها اجهاد، الاجهاد ده هو بيسمح ان المبنى بتاعي يبقى ستيبل في الايه في تثبيته في الارض. فبالتالي يبقى انا وظيفتي الاساسيه من الفاونديشن هي نقل الايه اللود بتاع المبنى ككل انتو ذا سويل في التربه بتاعتي. طب بالتالي بناء على ان احنا عندنا اجهاد للتربه، في ظهر عندنا نوعين من الفاونديشن. النوع الاولاني اسمه الشالو فاونديشن او اللي هو الاساس السطحي، وبقى فيه حاجه اسمها ايزوليتد فاونديشن، ستريب فاونديشن، رافت او الريتيننج وول. وفي عندنا حاجه اسمها الديب فاونديشن او البايلز والكيسنج. طب ايه هي الشالو فاونديشن؟ من مسماها كده، شالو يعني ايه؟ يعني قريبه من السطح. يعني انا عندي مثلا السويل ودي الارض بتاعتي على المنسوب ده، فانا عندي الفاونديشن بتاعتي بتبقى قريبه منين؟ من السطح ده. دي بنسميها الشالو فاونديشن. طب امتى نقول ان دي شالو فاونديشن او امتى استخدم الشالو فاونديشن؟ لما تبقى البيرنج كاباسيتي اللي هي الايه الاجهاد بتاع التربه نفسه عالي، بتاع سطح التربه. لو الاجهاد ده عالي انا اقدر على طول اعمل الشالو فاونديشن. نبقى اول ما يحصل ان اجهاد التربه عند مستوى السطح قليل وانا مش قادر اسس عليه، بنعمل حاجه اسمها الديب فاونديشن. فبالتالي الديب فاونديشن دي وظيفتها الاساسيه انها تعمل ايه؟ انها ترانسميت اللود للتربه بس في مستوى بعيد عن سطح الارض. ليه؟ يبقى انا عندي ان التربه الصالحه للتاسيس على منسوب بعيد جدا عن مستوى سطح الارض اللي انا هشتغل عليه. طب ده بيرجع ليه؟ بيرجع لحاجتين، ان اجهاد التربه نفسها ضعيف، او ان اللودز اللي نازله من المبنى عاليه. يعني ممكن يبقى مبنى هاي سكريبرز مثلا، او مبنى قاع مثلا هتشيل 5000 شخص. كل ما اللود زاد على المبنى كل ما هتلاقي التربه لازم يبقى لها رياكشن عالي عشان تشيل اللود ده. فنوع الطيب بتاع الفاونديشن ده بيتوقف على اللودز اللي جايه من المبنى طبيعتها عامله ازاي، بلس ان طبيعه التربه. طب عندنا ايه انواع؟ في طبعا لو احنا بندرس السويل، واكيد هتاخدوا ماده اسمها سويل، في الماده دي هتدرسوا عندنا انواع مختلفه من التربه. تبدا من التربه طبعا عندنا الطينيه الديفولت بتاعت المناطق الزراعيه، تربه طينيه وتربه رمليه والتربه الصخريه. طبعا الرمليه في انواع في التربه الرمليه اسمها التربه الطفله، دي تربه ضعيفه جدا في الانشاء. التربه الطينيه كذلك هي تربه برضو ايه مش عاليه جدا في الاجهاد بتاعها. اعلى اجهاد للتربه هو التربه ايه الصخريه. التربه الصخريه زي فين مثلا؟ هتلاقيها فين؟ هتلاقيها في جبل المقطم مثلا. اي حد جاي يبني في المقطم هو لازم بيحفر في صخره اصلا. طبعا عندنا بعض المناطق كثيره مختلفه زي مثلا منطقه الجلاله فيها انواع. معظم الشباب ما اعرفش فصل عندي كان السبب ايه مش عارف. طيب هكمل تاني. المهم صوتي كده رجع تاني. تمام. طب وقفنا عند ان عندنا انواع الانواع المختلفه في التربه. فالتربه الصخريه بالنسبه لنا موجوده في مناطق عده زي ما قلنا المقطم وممكن منطقه الجلاله. التربه الرمليه ممكن نلاقيها مثلا في اكتوبر، ممكن نلاقيها في التجمع الخامس. التربه الطفله كذلك برضو بتتواجد في دايما مع التربه الرمليه، ولازم الناس تعرف تفرق ما بين نوعين التربه. لان انت طبعا لو التربه الطفليه دي من التربه الضعيفه جدا لازم يحصل لها احلال عشان تشيل اي مبنى حتى لو دورين يعني، فهي بتبقى غير صالحه للانشاء. قلنا اعلى انواع التربه هي التربه ايه الصخريه. فبالتالي لو انا عندي تربه صخريه اكيد انا مش هحتاج ان انا اعمل ايه ديب فاونديشن لا فور شور. يعني انت ما دام تربه صخريه اول حاجه قرار هتاخده ان انت تعمل شالو فاونديشن. انما لو تربه طينيه او تربه رمليه انت لازم هتقرر بقى حسب اللود اللي واقع في المبنى نفسه، بتقرر بناء على اللودز دي تعمل تربه تعمل فاونديشن سواء شالو او ديب. نخش بقى في انواع الشالو فاونديشن بتاعتنا. اول حاجه طيب عندنا هو الريتيننج وول. يعني ايه ريتيننج وول؟ يعني طبعا
بيستخدم صفة أساسية للودز أو بنسميها lateral load اللي جاية من soil أو من nature. مثلا ممكن تبقى إيه؟ تبقى nature دي إما soil عند تربة معينة وأنا عايز إيه اللود بتاعي ده أعمل له sand جنب sand الجانب التربة. ده ممكن نلاقيه في إن أنا بعمل basement مثلا في مبنى. فالبيزمنت ده أنا عايز إن أنا إيه أسند بنسميها حاجة sand جوانب الحفر أو sand جوانب المبنى أو الجار اللي جنبي عايز أسند التربة بتاعته عشان ما تنهارش عليا في المبنى بتاعي. فبالتالي بستخدم الريتينينج وول في الحاله دي. او ان انا اوريدي مثلا عندي منطقه جبليه او منطقه عاليه جدا فيها كونتور عالي وهبني مباني على المنطقه العاليه دي، فلازم بسند الجنب بتاع الايه المنطقه دي زي مثلا مقطم. المقطم فيها كونتورز كتيره جدا ومختلفه المستويات، فبنحصل ان احنا لازم نعمل ريتينج وول لجنب الايه الجبل المقطم عشان ما ينهارش. لو تسمعوا فتره كده قال لك في صخره كبيره وقعت من جبل المقطم على منشيه ناصر واحداث كوارث كبيره جدا، طبعا في مباني اتهدت وحصل مشكله كبيره بسبب الايه انهيار جنب الايه الجبل. فبالتالي ايه اللي حصل بعدها؟ على طول الدوله خدت قرار تدبيش بيسميها تدبيش، او ان انت بتعمل ريتينج وول من انواع مختلفه في تايبس مختلفه اللي عملت نقول، ومنها ابسط انواع الشغل ده التدبيش. انت بتعمل تدبيش لسطح الجبل او بتجيب مجموعه من الحجاره وبتدي ترصها على جنب الايه الجبل ده عشان ما ينهارش ويبقى معرض للانهيار. انهياره ده بيبقى بسبب ايه؟ بسبب عندي lateral force مثلا جايه من الرياح، ممكن يبقى عندي ويند وهي عماله تعمل عوامل تعريه كبيره جدا لايه لجنب الجبل، او اوريدي المباني اللي اتبنت فوق الجبل نفسه في بريشر من المبنى على السويل فعمال ايه بيؤدي الى انهيار الايدج بتاع الجبل. عندنا انواع مختلفه من شكل ريتيننج وول. طبعا الشكل ده انت بتختار وبناء على اختيارك للشكل بيجي المهندس المدني يعمل حساباته لشكل الفاونديشن. يعني انا ممكن اعمل حاجه اسمها مثلا الجرافيتي وول اللي هو بالشكل ده، وتبقى طبعا ليه نسبه الايه البيز بتاعته بتبقى نص الهايت نص ارتفاع الهايت، او ممكن نعمل اللي هو التي شيب وبقى برضه البيز بتاعته بتختلف تبقى ايه 0.6 من الهايت، او ان انا اعمل ال شيب. ال شيب دي اما اخلي الرجل بتاعتي ناحيه السويل العاليه او اخليها ناحيه السويل القليله. بس طبعا لو ناحيه السويل الثانيه اللي هي اللي هي شايله ساعتها الرجل دي بتعرض. ليه؟ لان طبعا عزم الدوران هنا عالي جدا على الايه على الريتينج وول، لان ده ممكن يقلب جامد، فبالتالي تلاقي الفوتج هنا اعلى. هتلاقي حتى هنا نسبته كام؟ بيقول لك 0.6 اللي هو الفوتج بتاعك ايه المفروض يعلى. هو ازاي هنا 0.6؟ المفروض دول عكس بعض، يعني المفروض ده هو 0.6 وده 0.7، لان انا عندي هنا الفوتج بتاعتي ايه؟ في عزم دوران، هنا عزم دوران اقل، لان هنا اصلا التربه العاليه هي المرتكزه على البتاع. المفروض بس نعكس الرقمين دول مع بعض. يبقى دي قصه الريتيننج وول اللي انت بتسند جنب انت بتبني وعايز تسند جانب الحفر او جنب المبنى بتاعك. وطبعا دي كوارث بتحصل جدا، تلاقي ناس تيجي تحفر في الارض وعايز تبني المبنى بتاعها وما تعملش سند لجوانب الجار، فالجار ده ممكن في اي لحظه المبنى بتاعه ينهار ويقع عليك، لان انت ما سندتش التربه جنبه عشان اللودز اللي هو بيبوش اللودز بتاعته على التربه. تاني طيب في الشالو فاونديشن عندنا ستريب فاونديشن. الستريب دي من مصطلحها برضو هي ستريب يعني شريط. شريط ده يعني ايه؟ يعني طول ما الوول بتاعتي ماشيه في المبنى طول ما تحتيها فاونديشن ماشيه معاها من الاول للاخر. ده انت بنستخدمه لو تفتكروا احنا قلنا في تو سيستمز من الانشاء المره فاتت. السيستم الاولاني اللي هو قلنا الحوائط الحامله او الوول بيرنج، والسيستم الثاني اتكلمنا عليه السكيلتون. هل ده يندرج تحت انه نوع؟ حد كده يقول لنا يعني الستريب فوتنج ده يمشي مع السكيلتون ولا يمشي اكتر مع البيرنج وول؟ ممكن الناس تقول لنا كده؟ مين هيجاوب؟ البيرنج وول. البيرنج وول ليه طيب؟ لو هي البيرنج وول عشان السكنس بتاعه كبير، البيز بتاعه كبير، يعني السكنس بتاعه نفسه كبير عشان السكنس. طب حد ليه وجهة نظر تانية؟
مين شايف ان دي مع السكيلتون ولا مع اللور ستيب فاونديشن؟ نستخدمها في السكيلتون اكتر ولا نستخدمها في البيرنج وول؟ يلا شباب، عايز حد الناس تصحصح، مش عايز ناس نايمه. وجاوب يعني اي اجابه انت تكون ايه شايفها اقرب للصواب. يعني طيب عمر يقول لنا، عمر وائل فين؟ عمر انا قلت، انا عمر وائل، انا قلت عشان السكنس، بس السكنس طيب السكنس انا كبير. طيب سلمى ياسر، فين سلمى؟ سلمى معانا يا جماعه؟ سلمى ياسر، طب سجلها لنا يا باشمهندسة انها مش موجودة. يمنى احمد تقول لنا، مناسبة لانه اكتر يا يمنى؟ يمنى معانا ولا برضو مش موجودة؟ لا حضرتك. طيب يعني شاركي معانا الصوت قولنا كنا بنقول ايه. طيب سؤالنا كان عن ايه؟ لسه يا دكتور انا لسه داخل، بس ممكن نقول السؤال تاني. خلاص بس معانا سؤالنا كان على ايه يا امنا؟ طيب هي اكتر للسكلتون ولا للجول؟ طيب انت شايفه ايه اكتر؟ لا مؤخرا الايه؟ ملائمة أكتر لأنهي واحدة؟ طيب أنت وجهة نظرك ملائمة أكتر لأنهي نظام؟ طيب ماشي، أدي يومنا قالت بيرنج وول. حد تاني؟ مايكل كان رفع إيده، وعندنا محمد معروف. قول لنا يا محمد. السكيلتون يا دكتور. ماشي، ليه السكيلتون؟ السكيلتون عشان السكيلتون بتبقى اطول. السكيلتون بتبقى اطول. طيب مايكل عنده راي اخر ولا نفس الراي؟ لا نفس الراي، عشان السكيلتون هو المبنى الطويل زي السكاي سكريبر، فهو اللي محتاج فاونديشن بطول الوولز بتاعته. طيب انتوا رجعتوها هنا لنقطه اللود. اوكي انا مش معاكم، دي ساعات بنستخدمها عشان قصه اللود اللي هو عليه، بس الادابتابيلتي الاكتر لو احنا جينا نفكر كده، ان عندنا اصلا النظام البيرنج وول. احنا قلنا بيرنج وول يعني الوول هي العنصر الانشائي الاساسي. الوول دي عباره عن ستريب اصلا، هي عباره عن شريط ماشي من اول مبنى لاخر. فبالتالي ما نقول بيرنج وول معناها ان الحيطه كلها عنصر انشائي، بمعناها ان اللود ماشي مع الحائط من اول لاخر، ومعناها ان عايز فاونديشن طول ما الحائط موجود، طول ما لازم فاونديشن ماشي تحت الحائط. فبالتالي من بديهيا هنقول ان هي بشكل اساسي هي بتستخدم فين؟ في البيرنج وول. وكلما زاد اللود في المباني الهاي سكاي سكرابرز، ولو انا بستخدمه سكيلتون بحتاج فيها ستريبس فاونديشن في بعض المناطق ده فعلا. ولكن هي كنظام هي اساسي اساسا مع صالحه لاستخدام البيرنج وول. يعني ما ينفعش اعمل ايه فاونديشن مختلفة عن الفاونديشن دي. فبالتالي بالنسبة لنا هي دايما اي حائط موجود دايما لازم تحتيه بيز ماشية معاه من اول الحائط لاخره. دي مفهوم الستريب فاونديشن. ليه؟ لان هو بيوزع اللود اللي جاي من الحائط ده رأسي، بيوزعه على السويل بتاعتي طول ما الحائط ده ماشي معايا في الارض. طب الرول بتاعتنا ايه؟ الرول بتقول ان احنا الدبس بتاع الحائط ده لو احنا سميناه مثلا اتش، فبالتالي البيز بتاعتي بتبقى 2 اتش. خلاص ده في دي رول، زي ما قلنا في حاجه اسمها رول اوف سام، او حاجه متعارف عليها في مجموعه عملوا كالكوليشنز. لو دايما الناس دي بتطلع في الكالكوليشنز ان لو الاتش ده الهايت ده
مثلا واحد، يبقى البيز دي لازم تطلع اتنين، مش لازم، احنا بنقول يعني مينيمم تبقى اتنين، والوول نفسها الجزء اللي جنبها ده اللي هو بيبقى بارز عنها لازم بيبقى تقريبا وزن نص اتش. خلاص دي رول كلنا لما نيجي نرسم اساس زي كده لازم بعرفين النسب او الريشو دي تبقى شغاله ازاي. يعني لو انا عندي الحائط ده مثلا هنفترض ان هو 25 سنتي، يبقى البيز بتاعتي دي تبقى كام؟ تبقى في حدود 50 مثلا، والارتفاع ده برضو 25، ودي ما بتقلش عن 12 سنتي. طيب نخش برضو في حساباتها، ايه لازم، ايه المفروض ناخده في الاعتبار في عمل الستريب فاونديشن. الستريب فاونديشن اول حاجه لو انا شغال خرسانه اللي هو في الهاي سكاي سكريبر، الدنيا سهله جدا، هي خرسانه في خرسانه بنطبق عليها الريشو اللي فات. انما لو انا شغال اللي هو الايه الاستخدام البريكس في عمل الفاونديشن، دي ليها رول تانية مختلفه عن استخدام الخرسانه. في حاجه اسمها اجهاد قص، او ان هو شير فورس بتحصل من وجود الريتيننج وول على البيز على القاعده، ان هو لو انا في بوشنج، يعني انا الحائط ده بيبوش على البيز نفسها، ممكن يحصل يعمل كراك في القاعده نفسها ويخليها تنفصل عن بعضها. دي لان لو سمك القاعده دي نفسه ايه مش متصمم صح. طب نظبطه ازاي الموضوع ده؟ هم عملوا رول كده قال لك والله انا عندي مثلا لو الحائط بتاعي، انا عامل الحائط بتاعي طوبه، يعني ايه طوبه؟ 1 بريك، مقاس البريك الستاندرد في مصر هي 25 في 12 في 6 سم ارتفاع. حائط طوبه معناها ان 1 بريك يعني معاها 25 سم عرض. فبيقول لك اعمل تحت الحائط ده 2 ستيبس. بمعنى ايه؟ هو في كام هاف بريك؟ الكام هاف بريك دول تعملهم ستيبس تحت الحائط عشان اعمل تدرج للحمل، عشان ما يبقاش الحائط نازل من الاول للاخر، لا بخلي الحمل بتاعي ينزل على ايه بيز اعرض عشان يبقى اللود نازل في مسطح اعرض. زي ما قلنا برضو الانسان، جسم الانسان هو مش نازل على رجل على طول نقطه، لا الرجل دي ليها ايه فوتج كده عشان توزع الحمل على الارض. كذلك الول دي احنا بنحاول نخلي الول دي ايه ستيبس تحتها عشان توزع الحمل بشكل افقي اكتر من انها توزعه ايه بشكل بوينتد. زي لو احنا جبنا قلم وورقه سوري لو انا معايا القلم ده والورقه اهي، لو انا نزلت بالقلم على الورقه ايه اللي هيحصل؟ هتخترقها بسرعه. بس لو انا جبت ظهر القلم، انا مش عارف معيش قلم دلوقتي، وجيت حاولت اخترق الورقه بقى في ريزيستنس اعلى. ليه؟ لان ظهر القلم بقى فيه ايه؟ في مسطح اعرض. كذلك نفس القصه، ان احنا بنخلي البريك بتاعنا الوول نفسها بدل ما هتنزل بالمسطح بتاعها ده، لا احنا نعملها ستيبس، والستيبس دي بيساوي عدد الستيبس دي بتساوي ايه؟ هاو ماني هاف بريكس ان ذا بريك ان ذا وول سيكنس. يعني مثلا لو انا قلت الوول سيكنس 1 بريك، يعني طوبه واحده فيها كام هاف بريك؟ فيها 2 هاف بريكس، بالتالي تعمل فيها 2 ستيبس. طب حائط زي ده فيه كام ستيب؟ 1 2 3 4 4. ده معناها ان الحائط ده 2 بريكس، ادي بريك وادي الثاني. يبقى بالتالي الستيبس دي بتتوقف على الويدث بتاع الايه الحائط. يعني لو حاط مثلا 1 بريك اند هاف، او حاط زي ده، ده طوبه ونص، طوبه ونص يبقى عندي 3 ستيبس. ليه؟ لان في 3 هاف بريكس، ادي 1 2 3 اوكي. يبقى دي الرول للحساب اللي بنسميها الستيبس بتاعه الايه البريك. طب انا خلاص عرفت هعمل هوزع الحمل على المباني ازاي، هبتدي بقى احدد الديبس بتاع البيز بتاعتي ازاي. بنعمل خط كده، شايفين الداش لاين ده 45 سنتي، المثلث 45 من نقطه التقاء الحائط مع اول ستيب. شايفين النقطه دي مهمه، محدش يجيبها من هنا، يعني في ناس تجيبها من الناحيه دي. انا مثلا اوريها لكم بشكل تاني، في ناس بتروح جايبها من هنا، ده غلط. لا انت بتجيبها من نقطه الالتقاء دي الحائط مع اول ستيب، وبعدين تنزل على زاويه 45 تلتقي راسي مع اخر ستيب انت عاملها. ده كده بيديك الدبس بتاع مين؟ بتاع البيز بتاعتك قد ايه؟ انت جبت كده الدبس، يبقى عندك الدبس دي معروفه. طب فاضل ايه بعد؟ اتفضل يا محمد، تسال في حاجه؟
لا يا دكتور، بس كنت بعمل lower hand. طيب اوكي، فانا عندي سؤال. اتفضل. هو بحسب عدد السلالم ازاي؟ عشان انت بتشوف سمك الحائط، لو انا قلت لك الحائط بتاعك مثلا 2 بريكس، طوبتين، هاو ميني هاف بريكس ان ذا 2 بريكس؟ ايه عدد النص طوبه في الطوبتين؟ او ببساطه جدا اضرب في 2، يعني اضرب العدد في 2 صح؟ ايه؟ عدد البلاطات؟ اضرب عدد البلاطات في 2 ولا ايه؟ مش لا، يعني انت مثلا الـ 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 هي الاساس بتاعها ايه؟ انا بقول لك الحائط ده 2 بريكس، يبقى الحائط ده فيه كام نص طوبه؟ عندك طوبتين صح؟ الطوبتين دول يبقى كل طوبه فيها 2 نص تمام. طوبه، يبقى 2 و2 يبقى 4. مفهومه القصه؟ لو طوبه ونص، انا بقول لك طوبه ونص، ادي نص طوبه، والطوبه الواحده فيها نصين، يبقى كده عندي 3 ستيبس. خلاص، بنشوف الحائط فيه كام نص طوبه، وهم دول اللي بيبقوا عدد الستيبس بتاعتي. اوكي، دي الرول بتاعتي. طب انا بناء على ده بعمل ايه؟ انا عايز احدد الدبس بتاع الايه، الكونكريت اللي تحت الايه، الحائط. عشان احدد الدبس ده باجي من النقطه دي، زي ما قلنا ننزل بالزاويه 45، نعمل خط فيرتشوال كده وهمي، وبعدين خط مع اخر ستيب انا عملتها، التقاء الخطين دول مع بعض بيديني الدبس بتاع مين؟ بتاع الكونكريت. طب انا جبت خلاص الدبس اللي هو مثلا نسميه اتش، ده بقى معلوم عندي، فاضل ايه؟ المسافه دي. المسافه دي قلنا ايه؟ بتبقى دي نص اتش. خلاص، يعني شوف الاتش دي كده طلعت مثلا معاك قيسها 40 سنتي، يبقى خد ديت 20 سنتي. تمام، مفهومه يا شباب معانا دي؟ جت ازاي؟ حد مش فاهمها؟ عشان دي لما تيجي تعمل ستير فاونديشن دايما هنستخدم البريكس، فهتستخدم الرول دي في حساب الفاونديشنز وطريقه رسمها. حد مش فاهم النقطه دي قبل ما اعديها يسال. ممكن حضرتك تعيد تاني؟ طيب هنعيدها تاني. هفترض مثلا انا عايز الحائط ده كده، بقول لك الحائط اللي انت هتشتغل بيه ده ان هو يعمله طوبه ونص. خلاص، طوبه ونص ده معناها كام سنتي؟ الطوبة كام؟ 25 سنتي، والنص طوبة نص ال 25، هي ما بتبقاش نص 25 طبعا، هي الطوبة ايه؟ نصها اللي هو الاتجاه التاني ده اللي هو 12 سنتي، يبقى 25 و12 يبقوا كام؟ 37، بس ما بينهم بنحط سنتي مونة، بقت النص الطوبة ونص 38 سنتي. هتيجي ترسم، هترسم 38 سنتي اللي هو الايه، العرض ده. طب انا عايز اعمل عدد البريكس اللي موجوده في الحائط. احنا قلنا عدد الستبس، اسف، قلنا عشان نحدد عدد الستبس بشوف كام، هاو ميني هاف بريكس ان ذا وول ايه سيكنس. ادي عندي اول هاف بريك، ادي واحد، يبقى اول ستيب. الطوبه دي فيها اتنين هاف بريك، يبقى ادي اتنين وادي تلاتة، يبقى انا عدد الستبس اللي هستخدمها هم تلاتة، ادي 1 2 3. خلاص، يبقى هنا لما اجي هرسم الستبس بتاعتي هرسم تلاتة بس مش اربعة، لان الحائط ده اتنين اصلا، فانا هيبقى ايه القاعدة بتاعتي هنا. طب اجيب الدبس بتاع القاعدة ازاي؟ انا خلاص عرفت الايه، الحائط ده فيه كام ستبس، هبتدي بقى احدد الكونكريت دايمنشن اللي تحت الحائط. احددها ازاي؟ اجي من التقاء الحائط الراسي ده مع اول ستيب في النقطه دي، وانزل 45 درجه بمثلث 45، هيلتقي راسي مع اخر ستيب عندي. طبعا هرسم بلون تاني عشان احنا بنتكلم على حائط واحد ونص، مش بنتكلم على الحائط الايه. ابتدي هنزل راسي من هنا مع المثلث، مع الخط ال 45 ده، هيلتقي في نقطة. النقطة دي هي ادتني الدبس بتاع القاعدة بتاعتي اللي انا هشتغل عليه. خلاص؟ يبقى دي نقطة الايه؟ تحديد الهايت بتاع القاعدة. لو الهايت ده مثلا طلع 30 سنتي، اروح واخد بقى الجزء الايه؟ الاضافي ده،
اللي هو بنسميه بيبقى رفرفة على جنب البريك اللي هو هنا كده، انا هلونه هنا اهو الجزء ده، باخده نص ارتفاع الايه القاعدة نفسها دي. انا كده حددت الدايمنشنز بتاعت مين، بتاعت القاعدة، خلاص جبت الهايت بتاعها، جبت الويدث بتاعها بمعرفة الهايت. مفهومة كده يا شباب؟ كله كده الدنيا واضحة بالنسبة له؟ طيب نخش في بعد كده الايزوليتد فوتنج بقى. دي بستخدمها امتى؟ لو انا عندي مبنى زي طبعا احنا قلنا في التاني هو بشكل اساسي البيرنج وول. الايزوليتد فوتنج هنا بنستخدمها بشكل اساسي في السكيلتون، خلاص بقى هي بقت مرتبطه بالسكيلتون. هل البيرنج وول ينفع استخدم فيها ايزوليتد فوتد؟ ينفع؟ ما ينفعش. بس العكس ينفع، يعني ينفع في السكيلتون استخدم ستريب فاونديشن؟ اه ينفع. يبقى الستريب تشتغل في الاثنين بس هي بشكل اساسي للبيرنج وول، بس الايزوليتد فوتنج ما ينفعش استخدمها للبيرنج وول. ليه ما ينفعش استخدمها؟ لان البيرنج وول بطبيعتها هي توزيع الحمل لونجيتودينال او في شكل شريطي في شكل ستريب. نبقى الايزوليتد فوتنج او الفوتنج يعني الايزوليتد دي توزيع اللود على بوينت زي الايه استخدام الكولمز. انت بتستخدم كولمز كل شويه في المبنى، فكل كولوم من دول بيعمل بوينت اوف لود، نقطة ايه اللود، بيوزع اللود ده سيباريتد ليه على الارض، فبالتالي هو بيحتاج الايزوليتد عشان يبقى ايه اللود ده ينزل للارض. طب بالتالي يبقى اللود ما يجي ينزل برضو لازم يبقى فيه فوتج، فيه قاعدة، القاعدة دي بتشيل اللود اللي نازل على الارض. دايما وابدا احنا بنستخدم في الايزوليتد فوتد الرينفورسد كونكريت، خلاص. بس لازم عشان اعمل الانفورس كونكريت لازم بحط تحتيها البلين كونكريت. في التاني يعني نرجع تاني هنا في الستريب فاونديشن انا ما بستخدمش الانفورس كونكريت، انا بستخدم البلين كونكريت بس، خلاص. نبقى في الايزوليتد لازم بستخدم الانفورس كونكريت او الخرسانه المسلحه اللي فيها الستيل، الستيل بارز، وتحت الخرسانه المسلحه لازم بعمل طبقه تانيه من الايه البلين كونكريت. طب ليه بعمل الطبقه دي؟ بنسميها طبقه نظافه او جزء كده عشان اعرف احط الحديد التسليح، ما اتحطش على تربه مباشره، واقدر اعمل حاجه اسمها الانسوليشن العزل عشان حمايه حديد التسليح. فبالتالي يبقى لما اجي اعمل اي رينفورس كونكريت او ار سي، اختصارها دايما بنقول عليه ار سي، لما اجي اعملها لازم احط تحتيها على طول بلين كونكريت، خرسانه عاديه ما فيهاش حديد تسليح. طب بحسب انا بقى الكالكوليشن بتاعتي بتاعت الار سي دي ازاي؟ انت بشكل اساسي اول حاجه بتعملها ان انت مثلا الكولوم بتاعك لو الويدث بتاعه هنفترض انه دبليو مثلا، الرول اوف ثامب بتاعتنا بتقول ان القاعده بتاعتك بتبقى 3 دبليو. طبعا الكالكوليشنز الاساسيه احنا هنا في المعماري بنحط في assumptions افتراضات ان هي ان احنا بنستخدم الرول اوف ثامب دي بتبقى تقريبيه. نبقى الراجل المهندس الانشائي بيحسب الحسابات دي بدقه، نبقى احنا مش محتاجين نحسب الدقه، مش محتاجين نوصل لمستوى الدقه بتاعه المهندس الانشائي، بس انت تبقى عارف لما تيجي تعمل بيز لعمود تعرف ان ايه لازم ان البعد ده ما بيقلش عن 3 دبليو، خلاص. في الاتجاه الثاني هنفترض العمود ده مثلا ده دبليو وهنا اكس، يبقى في الاتجاه الثاني يبقى 3 اكس، تمام. ده الايه بعد القاعده في ان بلان. طب ان سيكشن الارتفاع ده بقى بيبقى قد ايه؟ الدبس بتاع الايه بتاع القاعده ده قد ايه؟ الدبس بتاع القاعده بش اي شكل من الاشكال، قاعده خرسانه مسلحه، ماشي، مش هنقل عن 40 سم بعمود، تمام. طيب احنا مثلا طلعت الدبس، هنفترض مثلا ان العمود بتاعك كان 25 سنتي، القطاعه 25 في 25، يبقى القاعده دي كام في كام؟ مينيمم 75 في 75 والهايت بتاعنا 40 سنتي، تمام. اقل من كده دايما خليك في السيف سايد للشغل بتاعك، اوكي.
طبعا هي ال 40 سم دي ممكن توصل لحد متر و2 متر يعني حسب اللود اللي واقع على العمود نفسه، ولكن انت خلي دايما الرولز بتاعتك ان القاعده بتاعتك بتبقى 3 امثال القطاع العمود، والارتفاع بتاعك ما تقلش انت شغلك عن 40 سم. طيب حد يجي يقول لي سؤال، طب ممكن لا اقل من كده؟ ممكن، بس ولكن ساعتها حديد التسليح بيلعب دور في عمل كالكوليشنز ان انت تقلل دبس القواعد وتقلل العرض بتاعها. احنا مش عايزين نخش في القصه دي لان يعني دي قصه انشائيه يعني بشكل اساسي، واللي المهندس الانشائي هو دايما اللي ايه بيخش في تفاصيلها. طيب احد الانواع الثالثه بقى في الايزوليتد فاونديشن، احنا ممكن نعمل الايه ايزوليتد بولز، ان احنا بعمل مجموعه من مثلا البولز كده او بنسميها الانكورز، من ممكن اعملها من الستيل ممكن اعملها من الود، وبعمل البولز دي على ارتفاع قريب من سطح الارض. ده ممكن اعمله امتى؟ ممكن اعمله مثلا في تربه ريجيد شويه، يعني ممكن تبقى التربه دي مثلا عباره عن صخر وانا عايز ابني مبنى دور واحد او زي مثلا المبنى ده، وعايز ابني المبنى ده بدون ما اعمل ايه فاونديشنز كبيره وابتدي احفر في الصخر ده واعمل ايه قصه كبيره من الفاونديشنز. هنستخدم البولز دي في عمل الايه الحاجات الخفيفه دي، اللي هو حاجه دور واحد، حاجه فيها دور او ميزانين، وبتبقى موجوده على ايدج مثلا التربه، فانا عايز ممكن استخدم الايه الفاونديشنز دي في عملها. نخش بعد كده في مشكله ظهرت معانا في فكره الايزوليتد فاونديشن. ايه هي المشكله؟ انا عايز ستيل عايز اعمل برضو الشال فاونديشن او الاساسات السطحيه، ولكن الايزوليتد فاونديشن مش مساعداني. بمعنى ايه؟ بلاقي ان من اللودز اللي واقع على المبنى في قاعده مثلا بتهبط عن المبنى، بيحصل سيتلمنت القاعده عن قاعده، الاثنين ما بينزلوش مع بعض. ليه؟ لانهم الاثنين منفصلين عن بعض، دي عمود وده عمود وده ليه قاعده وده ليه قاعده، فبيحصل ان واحده تريح عن واحده، ده بيؤدي ان يحصل كراكس في المبنى. ده ليه بقى بيحصل؟ ان التربه مثلا تحت القاعده ديت اقل في البيرنج كاباسيتي بتاعتها، او ان اللود اللي واقع على العمود ده عالي والتربه هنا هي نفس التربه بس هنا بتنزل اكتر عن القاعده اللي جنبها. طيب ايه حلها؟ قال لك حلها ان احنا هنشتغل بفكره الاستريب فاونديشن. بمعنى ايه؟ ان احنا بنحط تحت الاعمده كلها بيز واحده، ان انا بعمل لهم كلهم بيز واحده ماسكه كل الايه الفاونديشنز بتاعتي. ده بيؤدي الى ايه؟ ان انا ما يحصل سيتلمنت هبوط، يبقى القواعد كلها ايه؟ يحصل تنزل مع بعضها. مفيش عمود هينزل على عمود. لان خطر جدا لا عمود ينزل على عمود بقدر كبير، فممكن يحصل كراك في المبنى والمبنى ده يتشقق، بيحصل فيه فيلير يعني يقع. فبالتالي ايه اللي يحصل؟ ان احنا بنعمل الرافت فاونديشن. الرافت فاونديشن بنستخدمها في الحاله الاساسيه اللي قلنا عليها السيتلمنت، ان عندنا ديفرنشبل سيتلمنت او في اختلاف في الهبوط من عمود للتاني، او ان انا اوريدي اللود بيرنج كاباسيتي بتاعت التربه ضعيف، التربه ضعيفه جدا ومش قادر ان انا ابني عليها الشالو فاونديشن بطريقه الايزوليتد، فلا فانا اضطر ساعتها يجي المهندس الانشائي يقول لي انا لازم اعمل رافت فاونديشن عشان اخلي اللود بيرنج كاباسيتي بتاع التربه ايه ضعيف، فانا عايز اعمل الرافت فاونديشن عشان تديني رياكشن كويس على التربه. طب تاني حاجه ممكن نستخدمها امتى؟ لو انا وانا بحسب حساباتي اللود بيرنج كاباسيتي بتاع التربه طلع ضعيف، فبلاقي القواعد كلها كبيره. ليه؟ لان هو عمال كل ما يجي يحسب التربه ضعيفه واللود عالي، فتلاقي كل الاعمده عامله قواعد كبيره جدا تحتها لدرجه انها غطت اكتر من 50% من مساحه الارض. في الحاله دي قال لك استخدم الايه الرافت فاونديشن عشان هتديك كوست اقل. ليه كوست اقل؟ لان اللي انت اوريدي لما تيجي تعمل الايزوليتد فاونديشن تعمل حاجه اسمها اللي هو الشدات الخشبيه. الشدات الخشبيه ديت مكلفه، ان انا اجيب مجر مش عارف مشكله النت هو فصل لحد فين يا جماعه؟ انا ما اعرفش ايه المشكله عندي، النت انستابل. دكتور متهيألي هو بسبب ان حضرتك فاتح الفيديو مع الشير سكرين، الاثنين بيعملوا ضغط على الزوم. طب اقفل الشير سكرين، اقفل الفيديو. ثاني حاجه بس انا وقفت، يعني هو وقف التسجيل لحد فين؟
كنا هنقول تاني حاجة. تاني حاجة. بأول حاجة قلنا ان عندنا النقطة الاولى ان احنا قلنا ان عندنا في هبوط مختلف للبيز بتاعتي. في بيز عن او في قاعدة بتهبط عن قاعدة تانية عشان اللود اللي عليها عالي. او ان انا تاني حاجة ان انا عندي اللود دي بيرن كباسيتي بتاع التربة نفسها ضعيف. فانا عايز ان انا اساوي اللود بيرن كباسيتي ده انه يبقى اعلى. فانا ببتدي اعمل رافت فاونديشن عشان يبقى في ريزيستنس على ان العمدة دي تهبط في التربة بسرعة. او ان انا اوريدي وانا بصمم القواعد بتاعتي لقيت ان العمدة دي القواعد بتاعتها كبيرة جدا لدرجة انها غطت اكتر من 50% من مساحة الارض. فالناحية دي من ناحية الكوست الاسهل بالنسبة لي لان انا ان انا اعمل رافت فاونديشن هتبقى التكلفة اقل من ان انا اعمل سيباريتد فاونديشن. طيب كده احنا شفنا حالتنا المختلفة لاستخدام القواعد في الشالو فاونديشن. ابتديناها بالستريب وبعدين عملنا الايزوليتد وبعدين وصلنا للرافت اللي هي اقصى نوع ان انا ممكن استخدمه عشان استيل افضل اشتغال في الشالو فاونديشن. طب الشالو فاونديشن وصلت الرافت والرافت برده ما اشتغلتش معايا. قالك ساعتها بقى يبقى انت عندك حالة وحيدة ان التربة بتاعتك البيرن كباسيتي بتاعتها ضعيف جدا لدرجه انه يشيل اللود بتاع المبنى اللي انت عامله. طب حلها ايه؟ قال لك لازم نعمل الديب فاونديشن ان انا اوصل لمستوى تاسيس التربه البعيد. يعني انا التربه بتاعتي السطح بتاعها هش لا ما يستحملش. يعني مثلا بعض المناطق بتلاقيها كانت مثلا جاربتش كوليتش، يعني مثلا كان هي اصلا مكان لمقلب زباله يعني. والناس عايزه تبني عليها. ايه اللي بيحصل؟ ان انت عندك التربه السطح بتاعها هش، حاجه كانت حصل ردم فيها فتره والسطح ده ما يشيلش اصلا اي لودز واقع عليه. فبالتالي بيحصل ايه؟ ان احنا بنلجا لحاجه اسمها الديب فاونديشن، ان انا بحفر جوه الارض لمستوى ممكن يوصل ل 20 30 متر تحت الارض عشان اوصل لايه؟ للتربه الصلبه واسس المبنى بتاعي على التربه البعيده دي. في الشالو انا بالكثير قوي بوصل 2 3 متر تحت الارض. انما في الديب انا ممكن اوصل لايه؟ ابتدي اصلا من 20 متر، ابتدي من 10 متر. فالرقم هنا بيختلف كتير. واوقات القصه دي بتبقى مكلفه لتاسيس المبنى لدرجه ان انت ممكن تغير اصلا طبيعه المبنى انت كنت عايز تنشئه في المكان ده عشان ان الاساسات بتاعتك غاليه جدا على البناء. فبالتالي هو قرار صعب جدا وقرار مهم في ان انت تحدد طبيعه الاساسات اللي انت هتستخدمها في عمل المبنى بتاعك. طب في الديب فاونديشن اول حاجه عندنا فيها حاجه اسمها بري فابريكيتد بايلز او الخوازيق جاهزه الصب. يعني ايه خوازيق جاهزه الصب؟ يعني انت اوريدي عملتها في بنسميها في الفاكتوري وبعدين جيت بتدقها في الموقع على طول مباشره. زي اللي هو النوع الوود تيمبر، ممكن يبقى من التيمبر، ممكن يبقى من الستيل، ممكن يبقى من الكونكريت، ممكن يبقى من يعني الكونكريت بتاعتنا عندنا البري ستريسد وعندنا الار سي اللي هي الخرسانه اللي هي غير سابقه الاجهاد يعني. طب انا بستخدمهم ازاي البايلز دي؟ انا باخد اي كان نوع البايلز اللي انت عملت له ريكومنديشن، ممكن يبقى طبعا الانشائي هو اللي بيحدد الموضوع ده. يقول لك انت استخدم الوود او استخدم الستيل او استخدم الكونكريت او البري ستريسد كونكريت. النوع ده بيتاخد وبيدق في الموقع. يعني ايه بيدق؟ يعني بتيجي اله تدق الخازوق ده في الموقع. طبعا ده بيؤدي الى ان التربه اللي معاك بتضغط على انت الخازوق بيخش بوسيله الضغط ان هو بيضغط على التربه. فبالتالي هو بيعمل حمل كبير جدا على التربه اللي جنبه. لو انت جنبك مبنى ممكن يعمل مشكله للمبنى اللي جنبك. فبالتالي ممكن نلجا لهذا النوع من البري فابريكيتد بايلز في الاماكن اللي ما فيهاش مباني حواليا. انا قاعد في الصحراء مثلا وهعمل القصه دي. او انا قاعد والمباني اللي جنبي بعيد عني بشكل كبير فمش مؤثره معايا في عمل الدق الخوازيق دي في الارض. يبقى دي بتستخدمها دايما في بعد مثلا لا يتجاوز ال 15 متر تحت الارض. النوع الثاني بنسميه الكاست ان بليس، ان انت بقى لا هو مش بري فابريكيتد انا صنعتوش وجيت دقيته، لا ده انا هعمله في الموقع نفسه. في الكاست ان بليس ده في عندنا نوعين، الكيست
والانكيزد. يعني ايه كيزد؟ يعني باجي بعمل تيوب، التيوب دي بحفر في التربه نفسها وبعدين ابتدي اصب الخرسانه بتاعتي جوه التيوب ده، اسمه الكيزد، وبسيب التيوب دي في الارض وهي والخرسانه انا صبتها. الانكيزد ان انا نفس التيوب اللي انا عملتها دي بس وانا بصب الخرسانه برفع التيوب دي لفوق وبشيل التيوب. ده برضو ريكومنديشنز مين؟ من المهندس انشائي، يقول لك انا عايزها كيزد ولا انكيزد بناء على الايه؟ الحسابات اللي هو بيحسبها لعمل الخوازيق. كان في نوع قديم جدا او نوع كان بسيط جدا بيستخدم في الحضاره الرومانيه زمان، كان اسمه الابار الاسكندراني، حتى كان مش مشهور عشان كان بيستخدم في اسكندريه. ده كانت حاجه بيبقى البير الاسكندراني ده كانت بتروح بعده مثلا 3 متر تحت الارض، كان يحفروا حفره كبيره كده الرومان زمان ويحطوا فيه يملوها خرسانه بتبقى اكتر من القعده، من سمك القعده، وبيتحط عليها القواعد بتاعته عشان ينشئ المبنى. ده كانت ابسط انواع الخوازيق زمان في الكاست ان بليس بايلز. طيب نرجع تاني، الخوازيق دي بتتحط ازاي؟ ان انا عندي عايز اعمل قاعده، فلازم القاعده بتاعتي دي تبقى ايه؟ تحتيها اقل ما حاجه، لان كل عمود يبقى تحتيه 1 بايل. يبقى ايه؟ عندي اول نوع من الخوازيق ان انا ممكن اعمل تحت كل عمود 1 بايل. لا، ممكن في حسابات انشائيه يقول لك لا انا عايز 3 بايلز، فتبقى قعدته تبقى عامله زي المثلث كده. ممكن يقول لك لا ده انا عايز 4 بايلز، تبقى قعدته عباره عن مربع او مستطيل. يبقى بالتالي الحسابات الانشائيه دايما هي بتوجهني انا عايز كام بايل تحت كل عمود عشان يشيل البيز بتاعته. تاني نوع عندنا اللي هو قلنا عليه كاستد بليس، وده قلنا فيه الكيزد والانكيزد. ده بيبقى سمك البايل نفسه بيبقى حوالي 30 سنتي. يبقى انت بتبقى عارف تبقى تعمل سمكه قد ايه. ده سمكه بيتراوح بدايه من 30 سنتي وارتفاعه بقى احنا بنتكلم في 20 متر 30 متر حسب المهندس الانشائي. برضو يقول لك فين تربه التاسيس، هو دايما عايز يوصل للتربه اللي فيها ايه؟ اللي ينفع ياسس عليها. التربه اللي فوق دي كلها كده تبقى تربه هشه غير صالحه للتاسيس. والنوع الاخير اللي هو الكيسن في البايلز، ده ممكن يوصل لحد يعني بيتكلم في 40 45 متر تحت الارض. ايه ميزه الكيسن ده؟ هو اولا سمكه طبعا اول حاجه لا يقل عن 70 سنتي، السمك بتاعه ارتفاعه ميزته انه يوصل لارتفاعات كبيره جدا. نهايته دايما بيبقى فيها ستيل، يعني بيستخدم فيها التسليح الخرساني، خرسانه مسلحه الار سي يعني. امتى استخدمه؟ انا لو انا عايز اعمل مثلا، لو تشوفوا دايما الكباري الكوبري دايما بتلاقي فيه بايلز بيستخدموها الكيسن. ايه هو الكيسن؟ عباره عن زي تيوب كبير جدا تخش جوه الميه وبيحصل تفريغ للايه؟ للميه من التيوب دي، وبعدين نرمي الخرسانه جوه التيوب وواحده واحده نسحب الايه؟ التيوب بتاعتها. ده نوع من الانواع المهمه جدا في استخدامه في الاساسات العميقه جدا اللي في المحيطات وفي الايه؟ الاماكن اللي فيها بعد التاسيس عالي جدا. وده يعتبر اكبر الانواع او اضخم الانواع واستهلاكا للتايم والماني كمان، ان هو مكلف جدا لاستخدامه في عمل البايلز. بكده احنا خدنا صوره اساسيه. في عندنا زي ما قلنا نوعين من الفاونديشنز، النوع الشالو والنوع الديب. قرار استخدام الانواع لازم تتدرج، يعني انا ما اجيش من الاول كده اقول هستخدم بايلز، لازم اتدرج اقول اول حاجه ينفع استخدم ايزوليتد فاونديشن ولا ما ينفعش. لو نفع طيب انا شكل الاساسات بتاعتي عامل ازاي؟ انا عديت 50% من مساحه الارض معمول لي فوتنج، ساعتها لازم انتقل للرافت فاونديشن. بعد ما عملت الرافت هل اجهاد التربه يسمح بيشيل المبنى؟ اه يسمح، خلاص اذا الدنيا تمام بيس. لو الدنيا مش كويسه ابتدي افكر بقى في البايلز، لان كل ما بعلى بالكاتيجوري كل ما القصه الكوست عندي بتبقى عاليه جدا. يعني افتكر عندنا في مبنى عندنا احنا في شبرا في الخلفاوي، المبنى تقريبا كان محطوط له تكلفه معينه اكس. المبنى اتكلف حوالي 3 اكس عشان كانش معمول حساب انه هيتعمل له بايلز في تحميل المبنى. فبالتالي اوقات الفاونديشنز تبقى تكلفتها اعلى من تكلفه المبنى نفسه. فده قرار مهم جدا لازم بتاخده المهندس الانشائي في الحسبان. احنا الشيت بتاعنا النهارده هو الموضح قدامكم ده، وطبعا هتلاقوه على موديل مرفوع. المطلوب منك في الكلاس ورك اللي هتسلمه ان شاء الله الساعه 2، هتبدا تسلم لنا اللي هو البلان اللي عندي ده. في البلان ده هو بلان عباره عن غرفتين، والغرفتين دول فيهم في غرفه فيهم بارتيشن كده،
مش واصل للحائط الناحية التانية. الغرفة دي البعد بتاعها 44 × 10/40. أنا مطلوب منك تعملي فاونديشن ستريب فاونديشن للروم دي، أكنك هتبني مبنى لنظام الحائط الحمل. فبالتالي النوع الأساسي اللي بقى مناسب معاك هو مين؟ هو الستريب فاونديشن. طب هشتغل بأنه باللي هو زي الشيب ده، إن أنت تعملي الكالكوليشنز بتاعتك بقى، تشوف عرض الحائط ده قد إيه. خلاص أنا هنا هل حددت لك عرض الحائط؟ لا. بالتالي ده دور واحد، أنت يبقى أنت المينيموم في الحوائط اللي أنت تعملها لي هتعمل لي الخارجي طوبة ونص. يعني إيه طوبة ونص؟ يعني 38 سنتي. والداخلي هتعمل لي 25 سنتي، يعني طوبة. يبقى أي حائط داخلي زي الانترنال وول ده أو ده هيتعمل 25 سنتي. الحوائط الخارجية دي هتترسم طوبة ونص، يعني كام؟ 38 سنتي. ده مأثر معايا في إيه؟ في عدد القصص اللي هو أو الستيبس، اللي هو عدد الستيبس اللي تحت الحائط في الطوبة في ال 38 سنتي. كام ستيب؟ حد فاكر يقول لنا؟ في الطوبة ونص؟ ثلاثة. وفي ال 25 سنتي اللي هي طوبة واحدة وان تريك يطلع كام ستيب؟ اثنين. طيب مين يبدأ قبل مين؟ هل الاثنين يمشوا مع بعض؟ طبعا في فرق دلوقتي في الهايت، صح؟ ايه اللي يبقى ثابت في الاثنين؟ دائما بنثبت الخرسانة المسلحة. بمعنى ايه؟ الاثنين بيبقى على خرسانة مسلحة واحدة، فالاختلاف يبقى اختلاف ستيبس فقط لا غير. يعني الاقي الخرسانة المسلحة بتاعت ده وشها مع وش التاني، يختلف بس في الدبس بتاع الخرسانة. يعني دبس الخرسانة هو اللي يختلف بس الوش واحد، ونبدأ الحائط مع بعض. طبعا الكلام ده هيبان فين؟ وانت بترسم البلان. هرسم البلان بتاع الفاونديشن بس يا جماعة، محدش يرسم لي بلان اركتكتشر بلان، انا عايز الفاونديشنز. نقطة مهمة جدا في رسم الفاونديشنز ان انت بترسم لي اهم حاجة الايه؟ المحاور. بمعنى انا هرسم فاونديشن للمبنى، فلازم بعمل لكل حائط في بعمل له محور اكس، لان الحائط هنا هو عنصر انشائي اساسي في المبنى، فلازم كل حائط من الحوائط دي يتعمل له اكس. بسمي الاكس ده برقم، يعني مثلا ده 1 2، وبعمله دايره كده 3 4. ده في اتجاه الرأسي، اتجاه الافقي. لازم اي حائط في الدنيا او اي عنصر انشائي لازم يحدد ب 2 اكسيز. وفي اتجاه التاني ممكن اسميه A B وبعدين بدي دايمنشنز على الاكسيس دي في الاخر بعد ما بتخلص. تقول لي والله المسافات ما بينها قد ايه؟ طب الاكسيس ده بيبقى في نص الحائط، يعني الاكس بتاعك ده بيبقى ماشي في نص الحائط. يبقى لو انا هرسم الحائط 38 سنتي، يبقى نص 38 سنتي كام؟ ادي 15، يبقى 17 مللي يمين و17 سنتي قصدي يمين و17 سنتي شمال. طب بعد سمك الحائط يبان ايه؟ سمك الحائط ده بيبان بولد، تقيل، اللاين تون بتاعه تقيل لانه مقطوع فيه. بعد سمك الحائط يبان مين؟ الستيب. يبقى انا عندي ادي ستيب 2 3 عشان هو جنبه 3 ستيبس. في حاجه ثالثه غير الثلاث ستيبس دول؟ في حاجه ثانيه؟ في نقطه بتاعت مين؟ الكونكريت دايمنشن، اخر خط اللي هو خط الكونكريت. طب الحائط ده هيبان سمك الحائط ال 25 من الاول للاخر وتقيل، وبعدين في 2 ستيبس، وبعد ال 2 ستيبس في خط مين؟ الكونكريت، ولازم نقفله مع بعض. ايه اتفضل مين كان لسه سؤال؟ مين كان عنده سؤال؟ مفيش؟ طيب يبقى احنا هنا بالنسبه لنا يبقى مهم جدا وانت بترسم فاونديشنز يبان لك سمك الحائط ويبان لي الاليفيشنز بتاعت الستبس. يبقى الستبس هنا اليفيتد معناها انها خفيفه، الحائط الوحيد هو اللي سمكه بيبقى تقيل، واخر خط بيبان بتاعي اللي هو خط مين؟ الكونكريت لاين اللي هو الاليفيشن بتاع الكونكريت. فانت بتعتبر نفسك ان انت قاطع في الحائط ده وشايل التربه خالص السويل وباصص على الحائط ده من فوق عشان نرسم الفاونديشن. طيب اوبننج زي كده فيها باب، حيطه فيها باب، هل الباب بيبقى موجود في الفاونديشن؟ حد يقول لنا كده الباب بتاعنا
بيترسم في الفاونديشن ولا ما يترسمش؟ ما يترسمش لان ما عنديش باب، ما عنديش اوبننج فين؟ في الفاونديشن، ما عنديش اي اوبننج، بالتالي الباب ما يترسمش والباب يكمل. يبقى ايه الحائط ده لازم يكمل، اي ستريب فاونديشن لازم الحائط يكونكت الحائط اللي جنبه، ما ينفعش يبقوا مفصولين عن بعض. يعني هنا زي ده، دي فتحه اوبننج ما ينفعش تبقى موجوده فين؟ في الفاونديشن. هي موجوده في الحيطه فوق، بس في الفاونديشن لازم يبقى فيه كونتينيوتي لمين؟ لاستمراريه الحائط ده مع الحائط اللي جنبه، ما دام الاوبننج هنا صغيره جدا. فبوصل الحائط اكنها يعني كامله لحد الاخر. طبعا وانتوا بترسموا اي استفسارات هتبقى مع الساده المعلمين قاعدين معاكم لحد ما تيجي تسلموا الشيت، تتواصلوا معاهم بقى باي وسيله، ان كانت سواء على الواتساب او على الزوم. شوفوا الطريقه اللي انتوا مناسبه معاكم معاهم، او انتوا رتبتوا مع بعض ازاي، يبقى وسيله التواصل ما بينكم ايه سهله في فهم الحاجه. دلوقتي المطلوب مننا في الكلاس وورك هو بس فقط البلان ده والسكشن بتاعه. انا طالب بلان 1:50 وهتعمل لي قطاع في الاتجاه الطولي ده برضو في منسوب الاواعد. تعمل لي قطاع كده تبين لي فين منسوب التاسيس، فين على بعد قد ايه من الارض، وادي الارض بتاعتي. تقول لي والله ده منسوب التاسيس على بعد 2 متر على بعد متر ونص، وترسم لي الحائط ده ان سكشن كده اللي هو مقطوع مش مكمل، يعني مش عايزك تطلع لي فوق. انت هترسم لي كل الايه، الحيطه دي هتبقى هتبان مقطوع فيها، الحيطه دي مقطوع فيها، والحيطه دي مقطوع فيها، ودي مقطوع فيها، والان بتوين الحوائط دي في اليفيشن لمين؟ للستبس والكونكريت اللي تحت الحوائط نفسها. ده اللي مطلوب منك حاليا في الكلاس وورك. والهوم وورك هتعمل لي ايه؟ الرسومات اللي موجوده من بولينا قدامك. حد عنده اي استفسار بخصوص المحاضره او الشيتس، الشيت المطلوب النهارده؟ طب معلش سؤال، يعني هو انا في الستبس لما كان اسمها لو الحته اللي في العرض اللي انا عايزه دي اسمها ازاي؟ ما دي اسمها ايه؟ ايه؟ واضح يا يمنى، قولي تاني. ازاي حلاسه؟ ازاي ايه؟ حلاسه الستبس. احنا قلنا عشان نرسم الستبس اول حاجه هعمل ايه؟ هحدد كم محور عندي. انا عندي البلان ده في كم حائط راسي؟ عندي حائط 2 3 4، فبالتالي عندي 4 محاور راسيه. طب البعد بين المحور الاولاني اللي هو وليكن 1 ومحور 2 كام؟ ها البعد ده كام يا يمنى؟ لا البعد بين المحورين كام؟ دي 10 40 كلها على بعض الاول والاخر. يبقى البعد ده كام؟ 25 صح؟ وما بين حائط 2 و3 نص ال 25 اللي هو كام؟ 62. وما بين حائط 3 و4 62. طب في الاتجاه الثاني البعد بين الاكسس الاكس بي اي وبي كام؟ 44. انا خلاص حددت المحاور ورسمتها. تاني حاجة أعملها إيه؟ إن أنا أبتدي بقى أعمل أوفست من المحاور دي وأرسم الحوائط. بعد ما رسمت الحوائط أبتدي أرسم الستبس اللي حواليها تبقى لإيه؟ سمك الحائط. يعني الحائط بقى 38 سم، يبقى بالتالي في 17 سم يمين و17 سم شمال. طبعًا يا جماعة بقول الدايمنشن الريل دايمنشن. يعني لما تيجي ترسمها 1:50 لو الحائط ده 40 سم هترسم كام يا جماعة؟ كام ملي؟ ها؟ ال 40 سم ترسم كام ملي يا شباب؟ في مازن هو رفع ايده، قول يا مازن. مازن؟ لا يا دكتور انا بسأل حاجة تانية. طب قول لنا الأول، أنا دلوقتي عندي الحائط 25 سم. في ال 51 يطلع كام ملي؟ 20 ال 25 سم يطلع كام ملي في ال 51؟ طب لو واحد ل 100 يطلع كام يا مازن؟ 1 ملي؟ لو واحد لو 1 ل 100 لو 1 تو 100 يطلع ال 25 سم 1 ل 100 كام؟ 1 ل 100؟ اه
ومعايا كم سنتي؟ انا عايزك ترسم 25 سنتي في 1 مية، يطلع كم كم ملي؟ اتنين ملي ونص. مش يطلع 2 مللي ونص. لو 1 لـ50 بضرب في 2، ال 25 سنتي يطلعوا 5 مللي. طب لو 38 سنتي برضو اضرب في 2، خلاص يبقى 1 لـ50 دايما بضرب في 2. ماشي يا جماعه؟ طبعا اي استفسار بخصوص دي برضو تواصل مع المعيد وايه او تي اي يعني اللي معاك، وهو هيساعدك في. المفروض طبعا الحاجات دي بديهيه يعني مش محتاجه سؤال. بس يعني هو لسه على لوحه 70؟ نعم لسه 70 اللوحه اللي مستمره. بص، انت عندك اللوحه اي شيت انا بديها لك مصممه على انها متر في 70، فانا مصمم لك اخر سلوت ده اللي هو السلوت الثالث كولوم 3 ده هيجي فيه الرسومات دي. انت عندك 3 كولومز، الكولوم الاخير ده هيجي فيه الرسمه بتاعتك. خلاص، يبقى انت قسمها لثلاثه، البارت الاخير ده ارسم فيه الرسمه بتاعت الفاونديشنز. دكتور انا ما عنديش ورقه متر 70 دلوقتي، ممكن اعملها على حاجه ثانيه بعد كده بقى اجيب متر 70؟ ازاي؟ ما احنا قايلين يا جماعه ان يبقى لو حد بتاعتنا جاهزه، الموضوع ده قايله ومؤكد عليه. على العموم اعملها ويبقى انقلها تاني. خلاص، في الديتيل دي يا جماعه سيكشن، انا مش طالب السيكشن ديتيل سيكشن لكل البلان، هات لي بس يعني مثلا تاخد لي من محور 1 لمحور 2، ده كفايه قوي عليا، مش محتاج اكتر من كده في الديتيل سيكشن. انت بس ممكن تجيب لي حائطين ورا بعض، 1 و2 على محور 1 و2، او على محور 2 و3، او على محور 3 و4، نقي انت اي حائطين ورا بعض واعمل لي السيكشن فيهم، عشان السيكشن هيبقى 1 لـ20. اي اسئله ثانيه؟ يا شباب قبل ما ننهي المحاضرة، أي أسئلة تانية؟ الناس ترفع إيديها اللي عايز يسأل السؤال. في عندي مريم. دكتور أنا عايزة أسأل سؤال في الستبس. اتفضلي. والحيطة اللي هي بتبقى جوه هيبقى عندي 2 ستبس، والبره هيبقى 3 ستبس، فإزاي هخلي الفاونديشن واحد؟ إحنا قلنا نخلي سطح البلين كونكريت هو الواحد. بمعناها ايه؟ ان هتلاقي ادي اول ستيب، تاني ستيب، تالت ستيب. اول حائط هيبقى ايه؟ فيه ثلاثة. الحائط التاني هيقف عند الاثنين ستيب. هيبقى البروجيكشن بتاع الفاونديشن اكبر يعني؟ طبعا، واحد ال في ستيب من واحد معدية فوق التاني. فاهم قصدي؟ يعني مثلا التقاء الحائط هنا، لما تيجي ترسم الكونكشن هنا هتلاقي دول بيلفوا مع بعض اول اتنين. في بقى تالت واحد ستيب هنا خابط في ده بس كده. فهمت القصه؟ تمام. هو اسف، انا المفروض اعمله العكس، هو مش من تحت من فوق، لان المفروض الستيب العاليه فوق مش تحت. يعني البدايه هبقى اوضحها تاني اكتر، هاجي هنا اهو اوضحها لك تاني. يعني دي كنا تريكس بنسيبها يعني الطالب يجيبها يعني، بس خلينا هنا. ادي عندي الستبس تبقى ايه؟ باديه من تحت مع بعضها. ادي اول ستيب، ادي تاني ستيب. الحائط ده في ستيب مسافره لوحدها في الاول. مفهوم الكونكشن دي؟ تمام. في حاجه انا ما عملتهاش هنا، فاكره عارفه ايه؟ الفاونديشن. بالظبط، الفاونديشن الايه؟ البلين. يبقى لازم في خط في الاول بعيد عنهم شويه، ده بيحدد بناء على ايه؟ على الدبس اللي انا بجيبه. انا بجيب من هنا من خط 45 يديني بعد الايه؟ الدبس، ومن بناء على الدبس ده باخد نص الدبس ده بحطه، يبقى بعد اول ستيب لاخر خط فاونديشن، هو ده البعد ده اللي بحطه هنا. مفهومه كده؟ تمام. تمام، عفوا. اي حد عنده اسئله ثانيه يرفع ايده.
تمام كده كريم يا دكتور. وانا ازاي بجيب عرض السلمه اللوحه؟ عرضها هي عرض الستيب بتبقى عرضها 6 سنتي. يعني انا عندي الحائط بتاعي اول حاجه العدد عارف بيجيبه ازاي؟ عدد السلام؟ عدد الستيبس دي عارف بيجيبها ازاي؟ فاكر؟ ازاي؟ باللبس ولا ايه؟ عدد الستيبس قلنا بنجيبه ازاي؟ سمك الحائط في هاو ماني هاف ستيبس هاف قصدي بريكس ان ذا وول ويدث. يعني انت عندك الحائط مثلا طوبه ونص يبقى عندي كام ستيب؟ طوبه ونص عندي ثلاثه. ثلاثه الستيب الواحده بروزها عن الحائط بتبقى 6 سم. خلاص. بمعنى ايه؟ الحائط الثلاثه الحائط اللي بعده بيزيد نص طوبه زياده. نص طوبه دي 12 سم فنصها بيبقى يمين وشمال. كويس انت سالت السؤال ده عشان الناس اكيد ما كانتش واخده بالها منه. فالستيب الواحده بتزيد كام؟ بتزيد نص طوبه. ما انا قلت لك هاو ماني بريكس هاف بريكس في الايه في الويدث. معناها ان انا عايز تزود كل ستيب بتزودها نص طوبه. نص طوبه دي 12 سم 12 سم باخد نصها يمين ونصها شمال 6 سم يمين و6 سم شمال. تمام مفهومه دي؟ تمام كويس سؤالك كويس انت مصحصح.